السلام عليكم شباب زيرو فايف، هنكمل بقى ان شاء الله بقيه النموذج الاول. انت بتختار، بيقول لك مستر اختر، بيقول لي مستر هنا المجموعه 3 ونقط، المجموعه 1 و3 و5، اعطيني شويه اختيارات يا مستر، تنتمي لا تنتمي، تحتوي ولا تحتوي. احنا قلنا يا مستر بابا لو عندي 3 نقط وزن المجموعه، يبقى اختار يا مستر، اختار تحتوي او لا تحتوي. طب تعالى نشوف، هي الثلاثه موجوده جوه المستر او موجوده جوه، يبقى هي نبدو ايه؟ تحتوي. تمام، ده سؤال. تعالى تاني سؤال، بيقول لي يا مستر 135 و42 من 100، عايز يعمل فيها ايه؟ اقسمها على 100. اعمل ايه لما اجي اقسمها على 100؟ بحرك العلامه. احنا قلنا في الضرب بحرك ناحيه اليمين، في القسمه بحرك ناحيه الشمال. يلا بينا، يبقى حرك العلامه كام كده؟ كام خانه؟ خانتين، ناحيه اليمين ولا الشمال؟ ناحيه الشمال. يلا عد معايا، 1 2، يبقى العلامه هتقف هنا. تعالى، هل ده موجود؟ موجود؟ اه موجود يا مستر. اللي بعده بيقول لي يا مستر المجموعه 1 و2 اتحاد المجموعه 2 و3. احنا قلنا يا مستر عندي كام علامه؟ 3 علامات، تقاطع اتحاد فرق. التقاطع اللي بنقول عليه مش فرق، الاتحاد بيقش بس مش بياخد المتكرر. الفرق بياخد في المجموعه الاولى، لو في المجموعه مش موجود في المجموعه الثانيه. طب هنا يا مستر ايه؟ بيقول اتحاد، العلامه هنا اتحاد. اه يبقى هاخد المجموعه دي والمجموعه دي بس مش هاخد المتكرر. يلا بينا، يلا خد اللي هنا 1 و2. طب انا لقيت الاثنين متكرره، خدها مره ثانيه. لا، بيقول لك خدها مره واحده، يبقى 1 و2 واخد الثلاثه دي. هل الموجود المجموعه دي موجوده؟ اه طيب، يلا بينا. طيب السؤال اللي بعده امثله، بيقول لي 1 و1/12/ربع. طب اعمل المساله دي ازاي؟ يقول لك برفع الكسر. تعالى يلا بينا، 1 و1/12/ربع يساوي ارفع الكسر، قلنا راسه في رجله مع اللي فوق، بنزل 12 زي ما هي، ايه 1 في 12 ب 12، 12 1 13 على ربع. قلنا ايه؟ حط ربي الاول، حول العدد فيه شكل من اللي بعديه. اختصر يا مستر على 4 في 1 على 4 في 3. يلا بينا، 13 في 1 ب 13، 3 في 1 ب 3، يبقى ايه؟ 13 على كام؟ على 3. كان في غلطه بس يا شباب في الشيل، اللي هي 13 على 3 دي نصلحها. تمام؟ طب أصغر كسر عشري مكون من الأرقام. أول ما يقول لي يا مستر كسر عشري، يبقى عارف إن الدايت بيسموه علامة. طب أصغر كسر عشري يا مستر، تعالى نشوف، يبقى صفر علامة. طب يلا بينا نرتب الأرقام. أصغر كسر يا مستر هبدأ من مين؟ هبدأ من الاثنين، والاثنين بعد كده الخمسة، بعد كده السبعة، بعد كده الثمانية. أهو موجود؟ أه موجود. طب يلا اللي بعدين، يقول لي يا مستر إيه السؤال الثالث؟ أوجد مساحة مستطيل. اه لو انا مش عارف القانون مش هعرف احله. مساحه المستطيل بتساوي ايه؟ انا عارف من السنه اللي فاتت مساحه المستطيل الطول في العرض. مساحه المستطيل هتبقى في الامتحان كده القانون، مساحه المستطيل تساوي الطول في العرض. يبقى يلا بينا، الطول بكام؟ بيقول لي مساحه المستطيل لازم طوله 15.5 متر. طيب ده الطول، طب العرض كام؟ العرض 7.5 متر. طيب ازاي اضرب المستر الرقمين دول في بعض؟ قلت اول حاجه اكن العلامه مش شايفها اهو. هنا برضه اكن العلامه مش شايفها، يلا بينا. الخمسه بخمسه ب25، الخمسه ومعايا ال2، الخمسه بخمسه ب25 ومعايا 2 27، 7 ومعايا ال2، الخمسه بواحد بخمسه ومعايا 2 7 زائد 0. طبعا انسى دي. الخمسه بسبعه ب35، الخمسه ومعايا 3، الخمسه بسبعه ب35، 35 و3 معايا 38، 8 ومعايا 3، السبعه بواحد بسبعه ومعايا 3 ب10. يلا بينا نجمع، 5 و0 5، 7 و5 12، معايا 1 يبقى 7 على 7 8، 8 و8 16، 6 ومعايا 1، 1 على 0 يبقى 1، 1 ما يتجمعش مع حاجه، ينزل زي ما هو، والواحد ده ينزل زي ما هو. فاضل لي ايه يا مستر؟ فاضل لي العلامات، هنا العلامه بعد رقم، هنا العلامه بعد رقم، يبقى العلامه بعد رقمين، 1 و2، يبقى 5، يبقى 100 و16 و25 100 متر مربع.